بناء على التحريات اللي قام بها جهاز الأمن الوطني، صدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وبالتحقيق معهم. أصدر النائب العام قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. المعلومات التي تتوارد تقول أن عددا من الشخصيات السياسية والحزبية بمخطط تنظيم الأمل العدائي متورط في هذه القضية. معي على الهاتف المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق. سيادة المستشار مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا خليل بيزاستا. يعني أنت أقدر منا على شرح هذه الأمور من الناحية القانونية. بالقطع. كيف تنظر إلى هذه القضية وتنظر إلى الإجراءات التي تم اتباعها؟ طيب نروح عن ملاحظة بعد إذن حضرتك أولية بحكم الخبرة في المجال. يمكن العديد من السادة المشاهدين ما يعلموش عنها شيء. أنا تابعت الأسماء، أول اسم في المتهمين مصطفى عبد المعز عبد الستار. هذا الاسم لفت نظري لأن عبد الستار والده جماعة الإخوان المسلمين اللي هربوا من مصر في فترة الخمسينيات في أعقاب الصراع مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. هرب راح على قطر، واخد بال حضرتك؟ عبد المعز عبد الستار راح قبل يوسف القرضاوي كمان اللي هو والد مصطفى. تمام، المتهم الأول هنا في بيان وزارة الداخلية. عبد المعز عبد الستار اطلع هناك بإنشاء اللبنة الأولى لجماعة الإخوان المسلمين هناك، وأسس مؤسسات تعليمية ومؤسسات دينية ودعوية، وبدأ من هنا الاستقطاب. كان العنصر الرئيسي الفاعل معاه هو القطري السيد ناصر بن عبد الله بن مسند. من هو السيد ناصر بن مسند؟ والد موزة، والد السيدة موزة، والدة أمير قطر الآن. السيد ناصر بن مسند قام بالعديد من القلاقل التي أزعجت النظام حينها في قطر، والعديد من المظاهرات والمشاغبات واختراق لمؤسسات تعليمية وعمالية وما إلى هذا، نفس النشاط الإخواني المعروف. وأعمال شغب أدت إلى أحداث عنف وقتل وما إلى ذلك، أدت إلى سجنه. في أعقاب هذا تم ترحيله إلى الكويت لأن حصلت القلاقل، وكان النظام طبعا وقتها، أنا بكلم في فترة ستينيات وسبعينيات، ما كانتش الدولة قوية، يعني كان النظام الحاكم كان ضعيف، ما عندوش الأجهزة الأمنية المعنية اللي تقدر تقاوم هذا المد. رجع بعد كده هو السيد ناصر بن مسند في اتفاق مع الحاكم حينها على زواج السيدة موزة من ولي العهد اللي هو الشيخ حمد وما إلى ذلك. التاريخ ده مهم في إيه؟ والواقع دي أنا بسردها ليه؟ علشان بس المشاهد والرأي العام يستوعب الأسماء اللي موجودة دي إيه؟ لأن فيها أسماء من طيارات مختلفة. صحيح. ففي ناس هتقول لك أصل إيه اللي ربط ده بده يعني؟ إيه اللي ربط ده بده؟ وده موجود أصلاً من 25 يناير يا جماعة. موجود من قبل 25 يناير، يعني دي ناس بتشتغل يا إما محب يا إما متعاطف يا إما ممول يا إما مستفيد، يعني ليها أوجه كثيرة جداً جداً جداً. هذه ملاحظة أولية. الملاحظة الثانية، أنا هتكلم في القضية من حيث المقومات القانونية، وده معلومات من واقع الإعلام الحقيقة، لأن أنا بعيد دلوقتي، حضرتك تعلم إن أنا تركت وعندي مكتب محاماة. القصة باختصار، المعلومات الأولية المتاحة أمامي أننا أمام قضية قوية. ليه؟ حجم المبالغ المالية المضبوطة، حجم المضبوطات التنظيمية، دايما قضايا الإخوان المضبوطات التنظيمية والمطبوعات والمحررات الخطية بيكون ليها قيمة جدا جدا يا أستاذ خالد، حضرتك تعلم هذا، لأنها بتبقى رابط وبتبقى بخط اليد وبتبقى دليل يعني قابل للإثبات بقوة، غير قابل للإنكار لما يكون بخط يدك. طبعا لما بتكون ضبطت محررات ومخططات تنظيمية بتكون أنت وهم بيحرصوا دايما على الكتابة بخط اليد تجنبا للاختراقات من الانترنت وما إلى ذلك لأجهزة الحواسب وما إلى ذلك، فبيلجأوا دائما أبدا إلى كتابة بخط اليد وما إلى ذلك. يبقى عندنا مسألة التمويل الضخم، عندنا مسألة المضبوطات اللي المعصور عليها واللي هي تم تصويرها، عندنا كمان جناح الإعلامي، عندنا اثنين إعلاميين أو ثلاثة
متورطين ومطلعين وبينتهزوا كل فرصة لإثارة الناس ولخبطة الناس، والناس تتلخبط وتقول أصل ده مش عارف فلان ده ليبرالي فلان ده يساري، طب إيه اللي دخل ده بده بده بده، ويبدأ يروج ويروجوا الأكاذيب بتاعتهم. فهو المخطط الحقيقة كبير، والقضية أنا أسمن فيها نجاح جهاز الأمن الوطني. سيادة المستشار أنا عايز أخد منك الآتي، والمجتمع كله بيسمعنا، عندما ترد هذه التحريات لنيابة أمن الدولة العليا ويفتح تحقيق في القضية ويصدر قرار بالحبس 15 يوم، حضرتك تقول لنا كيف تتعامل نيابة أمن الدولة العليا مع هذه التحريات، أولا قبل إعطاء إذن بالقبض وبعد إعطاء الإذن بالقبض؟ نيابة أمن الدولة نيابة كبيرة في هذا المجال ونيابة متخصصة في هذا المجال، أعضاءها ورأسهم المحامي العام الأول على قدرة جيدة جدا من الخبرة بتقييم مدى جدية هذه التحريات، إذا كانت التحريات جادة أم لا، وبناء عليه بيصدر إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وما إلى ذلك. وفي أعقاب الضبط والتفتيش دائما أبدا بتكون مصداقية التحريات في ضوء ما بيصفر عنه الضبط والتفتيش. فطبعا الضبط والتفتيش زي ما أنا شايف كده على الصورة مضبوطات كثيرة جدا، المبالغ ضخمة جدا، الكيانات الاقتصادية، وده عماد شغل الإخوان، أي حد اشتغل مع الإخوان يعلم علم اليقين اعتمادهم الكلي والجزئي على إنشاء كيانات اقتصادية بقصد التخفي لتمويل نشاط الجماعة، لأن الجماعة نشاطها كبير جدا جدا ومتغلغل فيها المجتمع، ولا زالت تعمل. صحيح تم تحديد الحد من نشاطها إلى حد كبير، لكن هم لم ييأسوا يا أستاذ خالد، لم ييأسوا وسيستمرون وستتوالى الضربات وعلى المجتمع المصري. واحنا كمان مستمرين، يعني احنا كمان لا نيأس، يعني الحمد لله، يعني انه الضربات الأمنية صحية والأجهزة الأمنية صحية لمثل هذه المخططات التي تبدو للعامة وأنها مش طبيعية. اتفاق اليسار بالإخوان، الإخوان يتحالفوا مع الكفار عشان مصلحتهم. تمام، بالقطع. انا اتمنى ان الناس تعي هذا وتستوعب هذا، ولذلك انا قصدت ان انا ابين الاسم الاولاني تاريخه ايه يا جماعه. دوله قطر دوله فيها نظام اخواني. صحيح. اخواني صحيح. سياده المستشار هاني حموده، انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا. زي ما قلنا لحضراتكم، عندما تتحدث النيابه العامه يسكت الجميع، النيابه العامه تقيم الادله، النيابة العامة تقيم الأسماء، تقيم وتقول أحفظ التحقيق ولا ودي المحكمة، المحكمة فيها قاضي، مفيش حد في مصر فوق القانون. لازم نثق في أجهزة الدولة، مش أجهزة الدولة تنفذ وتحكم، لا، أجهزة الدولة تستأذن. يعني ضابط الأمن الدولة اللي قاعد تعب عشان يجيب المعلومة ده، وده موضوع كبير، موضوع شاق جدا، إنك تربط وتجيب، ولازم تضبط إزاي وتضبط ومعاك أدلة، لأن القضية رايحة النيابة. في النيابة مفيش واسطة، في النيابة مفيش ده تبع مين وده تبع مين، وبعد كده القضاء اللي ممكن يقول النيابة انت غلط ويقول التحريات انت غلط. شوف بقى اكتر من كده ايه، دي بلدنا دلوقتي. اما الناس اللي ملتبس عليها الموضوع انه ازاي اليسار مع الاخوان مع مش عارف، اقروا التاريخ القريب. التاريخ القريب بيقول صراحة الاخوان يتحالفوا مع الكفار عشان مصلحته، نهد الدولة وبعد كده بيختلفوا على الغنائم، وده اللي حصل في تاريخنا المعاصر. خلونا نثق في مؤسساتنا، ننتظر ما تصفر عنه التحقيقات في هذه القضية، ونتابع مع حضراتكم أخبارها أول بأول.